صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها. في الوقت الذي بدأ يتخطى العالم فيه أزمة كورونا الذي سيطر على حياتنا لنحو 3 سنوات، مرض فيروسي جديد يحمل اسم جدري القردة يثير موجة كبيرة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد اكتشاف حالات في أكثر من 12 دولة حول العالم، بدأت التساؤلات تنتشر حول ماهية هذا المرض وكيفية انتقاله وأعراضه وطرق علاجه، وهل من الممكن أن يحمل تداعيات مشابهة لتداعيات كورونا؟ في حين لم تخلو مواقع التواصل من طرائف أطلقها البعض على هذا المرض المجهول، خاصة مع استعداداتهم للسفر خلال إجازة الصيف. منظمة الصحة العالمية كشفت أن الفيروس ينتقل إلى البشر عبر طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، وانتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق. أما دولة الإمارات فقد بدأت بتطبيق إجراءات وقائية بشأن الفيروس المستجد، مؤكدة جاهزية قطاع الصحة في الدولة للتعامل مع المرض، إلى جانب إصدار تعميم للكوادر الطبية للعمل على اكتشاف الحالات وإبلاغ الجهات الصحية عنها. قضية الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، حتى أن البحث عن تفاصيل القصة الكاملة للقضية تصدرت محركات البحث العالمية. ومن الطبيعي في هذه الحالات أن تقف النساء إلى جانب أمبر كونها المرأة، ولكن الواقع عكس ذلك، حيث أصبح الجميع بما فيهم النساء يقفون في صف الفنان كونه تعرض للظلم، حيث أصدرت منظمة ميشن NGO المحاربة للعنف ضد النساء والأطفال بيانا أعربت فيه عن دعمها لجوني ديب في دعوى التشهير المستمرة ضد زوجته السابقة. من جهة أخرى، ومنذ بدء دراما المحاكمة ظهرت نجمة جديدة في دائرة الضوء، وهي محامية ديب كاميل فاسكيز، حيث أصبحت الشابة البالغة من العمر 37 عاما نجمة مشاركة غير متوقعة وغير مقصودة في المحاكمة، واكتسبت ملايين المعجبين لأسلوبها القانوني الحاد. وعن جديد، المنصات الرقمية يستعد تطبيق سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم Family Center. الخاصية الجديدة سوف تسمح للأهل معرفة من هم أصدقاء أبنائهم المراهقين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تراسلوا معهم خلال الأيام 7 الماضية، لكن دون عرض محتوى تلك المحادثات. كذلك سيكون للأهل من خلال هذه الخاصية قادرين على مساعدة أبنائهم على الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات إذا لزم الأمر. أما منصة واتساب فتخطط قريبا لإيقاف الدعم لعدد من أنظمة iOS، وتحديدا نظام التشغيل iOS 10 و iOS 11. تطبيق التراسل الشهير حذر مستخدمي هذه الأنظمة من ضرورة تحديث أجهزة آيفون لضمان مواصلة استخدام خدمات واتساب تحديدا قبل 24 من أكتوبر القادم. وتقوم المنصة عادة بمثل هذه الإجراءات بهدف السماح للشركة بتقديم وظائف معينة أو خدمات جديدة قد لا تعمل عبر أنظمة التشغيل القديمة. تطبيق الفيديوهات الأشهر في العالم يوتيوب يطرح ميزة تساعد على تخطي الأجزاء المملة من الفيديو، وذلك من خلال إبراز الأجزاء التي تعتبر أكثر شيوعا من هذه المقاطع في مشغل الويب وتطبيقات المحمول للمستخدمين. الخاصية الجديدة ستساعد المستخدمين غير الصبورين في الانتقال بسرعة إلى الأجزاء المفضلة أكثر لديهم في الفيديو عبر رسم بياني يظهر خلف شريط التقدم. ففي حال كان الرسم البياني مرتفعا فهذا الجزء من الفيديو قد تمت إعادة تشغيله كثيرا. منصة تيك توك للفيديوهات التي تحظى بشعبية واسعة لدى الشباب أصبحت تستهوي المخرجين السينمائيين المبتدئين، وذلك ضمن الشراكة بين تيك توك ومهرجان كان السينمائي، حيث نظمت تيك توك للمرة الأولى مسابقة للأفلام القصيرة بعنوان تيك توك شورت فيلم، توفر حرية ابتكار ولا تستلزم إمكانات ضخمة، وترسي بلقطاتها العمودية قواعد بصرية جديدة. المسابقة اختتمت باختيار أفضل الأفلام المشاركة لمجموعة
مجموعة من الفائزين عبر أعمال وصفت بأنها مشغولة بشكل أكبر بكثير من مقاطع الفيديو التي ينشرها عادة مستخدمو الشبكة، وذلك بحسب لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من المخرجين السينمائيين إلى جانب نجم تيك توك الشهير خابي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على المنصات الرقمية لليوم. عودة من جديد إلى ساندي وبقية فقرات هذا الصباح.